نستضيف معنا الدكتور خالد، وهو أخ لنا من الجنسية السورية، ومن ضمن من تم اختيارهم في حج هذا العام. نرحب فيك دكتور خالد ونقول لك يعطيك العافية، وكل عام وانتم بخير، وحج مبرور وسعي مشكور. انت خلصت ما شاء الله تبارك الله. يعافيك بخير والمشاهدين بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. عندك سعيد. طيب دكتور خالد، بس تحدثنا اليوم، انتم خلصتوا، انتم خلاص، انت ما شاء الله تبارك الله حلقت وحليت احرامك. نعم صحيح، اليوم حلقت ورميت الجمرة وتحللت من الإحرام. كيف شفت رحلة الحج من البداية؟ اختيارك أول شيء، أعطنا قصتك أنت، كيف تم اختيارك؟ دخلت على الموقع الإلكتروني للحجز، سجلت، بالفترة الثانية جتني رسالة الترشيح، دخلت اخترت الحملة، سجلت، دفعت، والحمد لله رب العالمين فضل علي واتمنى علي برحلة الحج هذا العام. كنت لوحدك؟ ما في أحد من أفراد العائلة معك؟ أنا لوحدي، نعم. كيف شفت الرحلة من بداية انطلاق الحج، خصوصا أنت ذكرت لي أنت من محافظة جدة، يعني مكان قريب من مكة المكرمة، لكن من وصولك من جدة حتى إتمامك المشاعر إلى هذا اليوم، كيف كانت الرحلة بشكل عام؟ الحمد لله الرحلة كانت ميسرة، ابتداء من الحرم إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى رمي الجمرات، الأمور كلها ميسرة، التنقلات موفرة، في خطة للعمل، يعني كانت منظمة ومحكمة، والحمد لله كانت الأمور ميسرة. ومع العدد القليل هذا العام يعني كانت طيبة، وكان رمي الجمرات بالذات كان سهل جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يسر. في قصة معينة مرت عليك تحس أن الحج هذا مميز بالنسبة لك؟ الحجاج كانوا معنا، طبعا بما أن تطبيق الإجراءات الاحترازية، فكنا مثل الإخوة وأعز يعني، وكنا عم ننتقل كأفواج بأعداد محدودة، فكان في نوع من التعارف والألفة. القائمين على الحج الله يجزيهم الخير جميعا فردا فردا، كانوا عم يخدموا الحجيج بكل قلب وبكل إخلاص، يعني بتحس حتى الابتسامة على وجههم، حتى خدمتهم، حتى رشهم للمياه، حتى تعاملهم مع ضيوف الرحمن، يعني بتحس بالود وبتحس بأنه عم يتعاملوا مع ضيوف بالفعل. العافية دكتور خالد، ومرة ثانية نقول لك حج مبرور وسعي مشكور. الله يجزيكم الخير وشكرا لكم.